مشاهدينا الأعزاء، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وسعدنا أن يكون ضيف وضيفكم اليوم المستشار محمد أبو زيد، محامي بالنقد والاستشارية العليا. أهلا وسهلا بحضرتك، أهلا وسهلا تنبيه. ضيفنا ومستمر في برنامجنا. دائما دائما بنعرف منك كل ما هو في القانون، ودائما بنعرف منك كل ما بيطلبه السادة المشاهدين. والنهاردة موضوعنا بيختلف شوية عن الموضوعات، لأنه بيهم كل الشعب المصري، وفي هي الخلافات على الميراث. في كتير مننا اللي هو الاخوات، وفي كتير مننا اللي هو القرايب، بيختلفوا عن الميراث، وبيختلفوا ازاي التركه تتوزع، وازاي ان انا خدت نصيب اقل من نصيب، وازاي ان انا ده كله. الساده المشاهدين بعتوا لنا رسائل كتير، كانوا عايزين يعرفوا منا يعني ايه المال الشائع، ويعني ايه كلمه المال الشائع. بالنسبة للمال الشائع، يتحقق حالة الشيوع وفقا للمادة 825 من القانون المدني، بتنص على الآتي: إذا ملك اثنان أو أكثر شيئا ما غير مفرز، والحصة دي بتكون شائعة بينهم كشركاء، وتكون بالتساوي بالنسبة لهم أو وفقا لإعلام الوراثة حصة كل واحد مفرزة أو غير مفرزة بالنسبة للمال الشائع. طب ازاي بقى بيتحقق المال الشائع والانتهاء من حالة الشيوع؟ هنا حضرتك بالنسبة للمال الشائع، بالنسبة بينتقل عن طريق يا إما الميراث أو عن طريق الوصية أو عن طريق الهبة أو إذا كان الملكية المكسبة بالتقاضي. ممكن يكون الشركاء هنا المال الشائع عن طريق ميراث المورث، توفى ترك ورثة شرعيين، والورثة دول بيمتلكوا عقار متكون من 6 أدوار و12 شقة، والعدد 6 أو 5. فهنا يعتبر مال شائع ما بين الورثة، ما بين الورثة. ما بين الورثة. وممكن يكون مال شائع بحيث ان هو بيكون المشترين اكتر من شخص، 4 مشترين، والمال الشائع بينهم هم الـ4 على الشيوع اذا كان مسطح قطعة ارض او عقار. أو عقار، تمام. فبالنسبة هنا لتوزيع المال الشائع، فبيلجأ هنا عندنا نوعين من القسمة: يا اما قسمة رضائية او قسمة طب قضائية. لو تم القسمة الرضائية وقعدوا اطراد، وكل واحد خد نصيبه في اطراد، ورجع بعد كده احد اللي هم المورثين لقوا ان هو مظلوم في القسمة بتاعته، بيتم ازاي ان هو لا، ياخد هو حقه بعد طالما كده؟ قسمة رضائية ما بين اللي هم اللي مالكين المال على الشيوع، بيتم تحرير عقد قسمة رضائية مع جميع الملاك على الشيوع بموجب عقد يسمى عقد قسمة رضائية ما بين جميع الأفراد، أيا كان هؤلاء الأفراد، يا إما عن طريق الميراث يا إما عن طريق مال شائع كشركة مع بعضهم في قطعة الأرض أو في العقار. طب لو عقار برضو زي ما حضرتك قلت موجود، وده مال شائع بينهم كلهم كورثة، والعقار ده في ناس، في من الملاك عايزين يبيعوا، وفي ناس رافضين ان هم يبيعوا، بيتم ايه برضو، ازاي ان هو بيتم الاجراءات القانونية بالنسبة في هنا كده؟ بالنسبة للقضية الدعوى الفرز والتجنيب، في مجموعة عايزة تبيع وفي مجموعة رافضة بالنسبة للبيع. بالنسبة للقانون المدني في المادة 832، بيحق لكل من يمتلك أكثر من 3 أرباع له الأحقية في التصرف بالبيع، على أن يتم إنذار الأفراد الآخرين اللي هم ممتنعين عن البيع بموجب إنذار، وخلال دلوقتي المدة نفسها 2 شهر من خلال الإنذار ده، يعني لازم يكون هو ممتلك تلات يمتلك ارباع أكتر من العقار. 3 أرباع طب العقار اللي هم ونفترض المجموعة. ان هو مش ممتلك تلات ارباع العقار وعايز يبيع، ما يقدرش، ممكن يبيع الحصة بتاعته مشاع، يبيعها ما مشاع. يبيعها مشاع، مش هيبيعها مفرزة مجنبة، واخد بال حضرتك؟ فهنا الشخص اللي هو حصته دي اللي عايز يبيعها هيبيعها مشاع، وصعب جدا إن شخص يشتري جزء مشاع في عقار ككل، إذا كان تمن أو سدس أو ربع، أيا كان حصته في كامل أرض وبناء العقار أو بالنسبة لمساحة الأرض. تحرير محضر ابتدائي بين الورثة يعتبر عقد رسمي، أو بيبتدي إن هو يبقى فيه تظلم بعد كده عليه؟ لا، ما يتمش تظلم عليه، أساس إن هو بيتم عقد قسمة رضائي، ويتم العقد دون يا إما تسجيله في الشهر العقاري إذا كان الملكية قالت إليهم، سند الملكية الأصل من قبل المورث بيكون مسجل كشهر عقاري، فبيتم تسجيل العقد القسمة الرضائي. إذا كان بالنسبة للمورث سايب عقد ابتدائي، يتم اتخاذ عليه صحة توقيع ضد جميع الورثة. ضد جميع الورثة صحة توقيع، صحة توقيع بحيث إن بتحل ما مكان. حدش بعد كده يرجع في موضوع يقول لك لا أنا ما مضيتش أو أنا مش موافق على هذه الاسم. بالنسبة برضو شفنا كتير في الأرياف، وشفنا كتير في الوجه البحري والوجه القبلي، كتير بيمنعوا البنات إن هم ياخدوا ميراثهم، وكتير منهم إن هم بيحجبوا البنات عن الميراث. القانون بيقول ايه برضو في هذه الظاهرة اللي
دائما منتشره في الارياف وفي الوجه القبلي هو طبعا بالاخص يعني. بالنسبة دي يعتبر شائعة وسط المجتمع، بالنسبة بيحجبوا البنات عن الميراث، وفي برضو بعض الأفراد بيتم حجب الأفراد إذا كان بنات أو أولاد عن الميراث، أو عدم تقديم سند ملكية المورث للورثة وبيحجبوهم عن الميراث، فبيحصل مشاكل ما بين الورثة. فهنا القانون صدر برقم 219 لسنة 2017 بتعديل القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث. قانون اللي هو خاص 77 لسنة 43 الخاص بشأن الميراث ما كانش فيه مادة أو فصل بالنسبة للعقوبات. القانون رقم 219 لسنة 2017 حدد مادة اللي هي العقوبة. العقوبة هنا بيقول يا حضرتك، يضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 43 بشأن المواريث باب تاسع، يعني القانون الاولاني بتاع المواريث كان 8 ابواب، ضاف اليه باب تاسع بعنوان العقوبات. يتضمن الماده دي حضرتك الماده 9. طب احنا معانا مداخله تليفونيه. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف بحضرتك. انا مدام اميمه حسن. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن اتفضلي يا اعمل فندم. مداخله مع حضرتك؟ اتفضلي يا فندم. طب انا بابا يعني الله يرحمه توفى وساب تركه، تمام يا فندم، فمجموعه مننا عايزين يبيعوا ومجموعة رافضة، ممكن أعرف إيه الموقف القانوني؟ طب سيادة المستشار هيرد على حضرتك دلوقتي يا فندم. طب ممكن أسأل برضه سؤال تاني يا فندم؟ اتفضلي يا فندم. طب لو في جزء ممكن ينتفع وجزء ممكن يبيع، هل ينفع برضه ممكن الموقف القانوني برضه؟ جزء نعم. ممكن ينتفع وجزء ممكن يبيع، يعني في جزء عايز يبيع وجزء عايز ينتفع بالمكان نفسه مش عايز يبيع. بالتركة، بالتركة اللي بابا شافها الله يرحمه يعني. بالتركة نفسها. طب تمام يا فندم، برضه سيادة المستشار هيجاوب لحضرتك على السؤالين. هو بالنسبة حضرتك السؤال من شقين، الشق الأولاني إن في مجموعة من الورثة لها الرغبة في البيع والمجموعة التانية ملهاش الرغبة في البيع. هنا المجموعة اللي لها الرغبة في البيع عامة بتكون اللي هم خارج العقار، بحيث إن العقار مكون من 4 وحدات، في 3 قاعدين و4 خارج العقار، اللي ليهم الرغبة اللي هم بره، اللي ما لهمش الرغبة اللي هم هو قاعدين داخل في العقار. العقار ما هو منتفع بيه. فهنا زي ما انا قلت لحضرتك ليهم الاحقيه بالتصرف والبيع اللي ليهم ملكيه اكتر من 3 ارباع. بالنسبه للجزئيه الثانيه من السؤال، ان احقيه الانتفاع احدى الورثه بجزء مفرز بالنسبه لي، فدي اسمها في القانون اسمها قسمه المهيئه. قسمه المهيئه. قسمه ازاي المهيئه. ازاي برضو جزء يبقى منتفع بالشيء وهو المستفاد بيه والجزء الثاني مش مستفاد لا بيه ومش ما عارف يبيع؟ ما انا بقول لحضرتك بالنسبه لشرح قسمه المهيئه بتكون كالاتي. قسمه المهيئه بتكون بحيث ان كل فرد من الورثه بياخد جزء معين بينتفع بيه لمده محدده لا تتخطى ال5 سنوات، والشخص الثاني ياخد الجزء بحيث ان الجزء بتاعه لا يتعدى حصته في الميراث. يعني بحيث دلوقتي لو الورثه 5، حصه كل واحد منهم الخمس. الخمس، تمام. واخد بال حضرتك؟ كل واحد يقول لك انا هاخد الجزئيه دي وما تزيدش عن حصته انتفع بيها. فقسمه المهيئه هنا جزئين. جزئين ايه هما؟ يا اما قسمه مكانيه بتبقى مكان اخد كمكان، يا اما زمنيه يبقى انا اختص بالمكان ده انتفع بيه وانت تختص بالمكان ده تنتفع بيه والشخص الثالث ياخد المكان ده ينتفع بيه. فهنا حضرتك يبقى دي القسمه اللي هي المكانيه، او ممكن احددها كزمنيه، ده الف ياخد سنه، ب ياخد سنة، ب ياخد سنة، المهم لا تتخطى ال5 سنوات. طب وفي حالة إن التلاتة اللي هم التانيين أو اتنين مش منتفعين، اللي هم مش منتفعين بالبيع عايزين يبيعوا. لا، ما هي القسمة المهيئة لازم الكل يكون موافق عليها. دي قسمة المهيئة. إنما موضوع البيع إن هو يبيع حصته مشاع وليس مفرزة. ما يقدرش يبيع الحصة مفرزة إلا غير بموجب عقد اسمه رضائي أو قضائيًا. فدعاوى الفرز والتجنيب اللي بيلجأوا بيها الورثه داخل المحاكم عامه، المحاكم مكتظه بمحاكم دعوى القسمه ودعاوى الفرز والتجنيب. ومدعاوى الفرز والتجنيب عامه بتاخد وقت طويل جدا وليها اجراءات معينه على اساس ترفع دعوى الفرز والتجنيب، زائد ان هي بالنسبه للقاضي اما بتجيله الدعوه بيتم احاله الدعوه الى مكتب خبراء وزاره العدل لتعيين خبير من قبل وزاره العدل للانتقال للمكان بتاع العقار، بيحدد فيه الوصف الكامل للعقار ويبحث فيه المستندات الداله على ملكيه المورث، او بالنسبه للمستندات الداله على الشركاء اذا كانوا شركاء على الشيوع.
هل يمكن للورثة بعد ما يوزعوا تركة التراضي ان هو ورجع يرجع لقضاء؟ احدهم يرجع للقضاء بحيث ان هو قال ان هو مظلوم او اتظلم في هذه القسمة؟ لا، هنا العقد نهائي بالنسبة لعقد القسم الرضائي، بحيث ان القانون بيقول العقد شريعة المتعاقدين. انت اقريت ان انت تاخد حصتك كذا، والف ياخد كذا، وب ياخد كذا، وجيم ياخد كذا، يبقى انت اقريت وفقا للعقد القسمة اللي تم التوقيع عليه من قبل المالكين على الشيوع. هم فرزوا وجنبوا حصصهم الف وب وجيم، ان يختص الف بكذا، ب كذا، جيم كذا. فهنا العقد دون لا عدول عنه. احنا جات لنا برضو رسالة برضو على التواصل الاجتماعي بيقول ان بيت مكون من 6 طوابق، هم اخ وبنتين، وبالنسبة للبيت ده عايزين اللي هم البنتين، الاخ هو ده اللي منتفع بالبيت واللي قاعد فيه كله مأجره، واللي هم مش منتفعين بيه وهم عايزين يبيعوا البيت ده ومش عارفين يبيعوه. في الحالة دي اللي بيتم هنا بالنسبة لحضرتك، البنتين اللي اتذكر مثل حظ الانثيين بالنسبه لاعلام الوراثه، يبقى هنا الولد البنتين بيناسبوا ولد، فحصته قد حص البنتين في نفس الوقت، فكده ما يعادل 50% يستوجب ان هو يكون حصتهم اكتر من 3/4 لحقيقه التصرف في هذا العقار او هذه التركه، وبعد كده يتم انذاره. فهنا ما لهمش الاحقيه في التصرف، لازم يحل الموضوع عن طريق رضائي او قضائي. لو اتجهوا للمحكمه ويسهل على الخبير الفرز والتجنيب، هيدي للولد حصته ويدي كل بنت حصتها وفقا لتقرير الخبير. فهنا التقرير الخبير لو عجز عن الفرز والتجنيب بالنسبه للعقار ككل، او بالنسبه لقطعه الارض، او ايا كانت التركه المشاع اذا كان المال الشائع، هنا الخبير بيحدد قيمه مبدئيه لكامل ارض وبناء العقار، يحدد القيمه كلها سي 3 مليون او 4 مليون. وبعد كده لما القضيه ترجع للمحكمه، المحكمة هنا بتقول على أساس يتم البيع بالمزاد العالمي. طيب بالنسبة للاسم برضو، في حالة توفي المالك ليه زوجة وليه أولاد، بالنسبة للزوجة بيكون ليها نصيب غير الأولاد اللي موجودين في هذه القسمة، بيتم إزاي اللي هو النصيب بتاع الزوجة؟ بيختلف طبعا عن اللي هو الاسم. هنا عامة نصيب الزوجة يا إما السدس من التركة التم كلها ولا ال من التركة ككل، التركة بتتحدد ككل. بيطلع حصة الزوجة أيوة. وتبقى مشاع، وما يتمش التصرف إلا غير عن طريق برضو الورثة متفقين، بحيث إن إحنا نطلع حصة الزوجة الأول، بيتم تجنيب حصة الزوجة ويتقسم باقي التركة على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، أو إذا كان برضو في إخوات تاخد حصتهم، الزوجه تاخد حصتها، الاب والام اذا كانوا على قيد الحياه بياخدوا حصتهم، وبعد كده باقي التركه بتتقسم على الاولاد والبنات للذكر مثل حظ الانثيين. برضه جات لنا رساله على التواصل الاجتماعي بتقول ان هي وحيده وتوفت والدتها، ورثت من والدتها وورثت من والدها ميراث، وليها ابناء عمها وابناء خالها، عشان هي بنت وحيدة بتقول ان هم عاملين معاها خلافات وعايزين ان هم يشاركوها في الميراث ده، هل ليهم الحقية ان هم يشاركوها في ما هذا يشاركوها في الميراث وفقا لإعلام الوراثة؟ هنا بتتقدم، هنا هي بتاخد نص التركة، باقي التركة بتتوزع على باقي الورثة وفقا لإعلام الوراثة اللي بيتقدم على أساس ان هو المورث توفى بتاريخ كذا، ترك ورثة شرعيين سين وصاد وعين ونون. فهنا وفقا على هي اعلام قالت الوراثه، ان هو ترك هي واخوها، ليها اخ، لا بس لو ليها اخ يبقى هيحجب ابناء الاخ العم. توفى بعد ما تم الميراث، الاخ توفى بعد ما توفى، هل نصيب الاخ يرجع للاخت ولا لا. هنا بيتقسم على حضرتك انت هنا السؤال مشعب شويه. انت حضرتك دلوقتي لما المورث الاصلي توفى، البنت والولد كانوا على قيد الحياه ولا السؤال غير كده؟ كانوا على قيد الحياه. على قيد الحياه، يبقى الولد والبنت بيحجبوا اي حد تاني وارث معاهم، يبقى هنا هياخد الولد، هياخد من الذكر مثل حظ الانثيين، الولد هياخد ضعف البنت. انت حضرتك بتقول دلوقتي ان الولد توفى، يبقى الولد توفى بعد ما خد ميراث بعد ابوه، ما خد من الميراث يبقى كده بتاعه. احنا انتقلنا لمورث جديد اللي هو الولد. الولد الولد دون الميراث بتاعه بيقول لاولاده، هو ملوش اولاد، فهنا هيقول لاخته، يقول لاخته، لأخته. انما ما يقولش لاولاد عمه لا او عمه او للأخت. اي حد لا من للاخت. الاقارب. طيب احنا سعداء النهارده ان احنا بنسمع من حضرتك طبعا كل ما هو في القانون وكل ما بيطلبوا من الناس الساده المشاهدين اللي هم بيسالونا عنه على طول عن طريق التواصل الاجتماعي او عن طريق
صفحاتنا. فاحنا النهارده بنتكلم مع حضرتك عن موضوعات اللي هو المال الشائع، واتكلمنا معاك حاجات كتير قبل كده عن التصالح وعن ايصالات الامانه والغريمين والغريمات، واتكلمنا في امور كتير احنا شفناها. بس قبل ما نبدا سؤالنا تاني، نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. مشاهدينا الأعزاء، ورجعنا لكم بعد الفاصل، ونكمل مع سيادة المستشار محمد أبو زيد. وإحنا طبعا زي ما قلنا إن إحنا اتكلمنا في قضايا كتير، واتكلمنا في حاجات كتير والمال الشائع، وعايزين نعرف برضو من حضرتك اللي بيمتنع إن هو يسلم بقى الميراث اللي هو الورثة، أو يسلم اللي هو المستندات الدالة، ده بيكون العقوبة بالنسبة له. هو طبعا بالنسبة لكل شخص بيمتنع عن تسليم حصة المورث، أو امتناعه عن تسليم سندات الملكية الخاصة بالمورث، القانون بالنسبة ل 219 لسنة 2017 نص على الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، أو بغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه، ولا تتجاوز 100,000 جنيه في حالة، يعني بيكون في غرامة وحبس حضرتك في حالة ان في هو حالة يمتنع تعمده، او يستوجب تعمده. ان هنا عمد تعمده عن تسليم المورث حصته، او عن عدم تسليمه سندات الملكيه الداله على ملكيه المورث، بس يستوجب اللي هو المتضرر بارسال انذار ليه، يقول له فيه انا امتلك حصه مشاع 1 2 3، فانت اديني. احنا برضو عايزين نوضح للساده المشاهدين الجزئيه دي، ان هو الخطوات اللي يبتدي يعملها في حاله امتناع المورث تسليم المستندات او الحصه. او الحصه هو اول اجراء بيعمله بيبعت له انذار، بيشرح فيه الموضوع كله في الانذار، بيقول ان انا امتلك حصه مشاع قدرها قد كده، وانت ممتنع عن تسليمي الحصه، او ممتنع عن تسليمي المستندات الداله على الملكيه. فهنا بينذره على ان يتم تسليمه حصته او تسليم المستندات خلال مده محدده تحدد في الانذار، اذا كان 10 ايام او اسبوع او 15 يوم. فبعد المده دي ما تنتهي، بيلجا الى تحرير جنحه مباشره وفقا للماده 219 لسنه 2017، بحيث ان يطبق عليه العقوبه وفقا لقانون العقوبات، اللي هي لا تزيد عن 6 أشهر، او بغرامه لا تقل عن 20,000 جنيه، ولا تزيد عن 100,000 جنيه. ما بتزيدش عن 100,000 جنيه الغرامه، بالنسبه للغرامه للي بيمتنع عن تسليم تسليم المستندات او الحصه. طيب بالنسبه برضو احنا عايزين نقول برضو اللي هم بيمتنعوا بقى ان هم او ما بيعترفوش ان البنت ليها ميراث، نقول لهم ايه في الحالات اللي زي دي، ونقول للبنت تاخد حقها برضو بالطرق القانونية ازاي؟ هو عموما بالنسبة لتطبيق الميراث او الحصص بالنسبة للمورث، ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، بحيث ان هو ربنا سبحانه وتعالى وفقا للشرع وزع الانصبة وفقا لقوانين قانون المواريث، بالنسبة للي هو موجود الاب والام اذا كانوا عايشين بياخدوا في المورث، او الابناء او اولاد العم او الخال او الاعمام وفقا لاعلام الوراثة. فهنا النصيحة للكل، اللي هو المفروض في حالة موجود تركة، القسمة الرضائية هي الأولى للحل، بحيث إن المحاكم كدعاوى فرز وتجنيب مرينا بيها مراحل كتير، والمحكمة بتكتظ بيها وبتاخد وقت، غير إن بتاخد وقت بتاخد أعباء تانية في نهاية القضية. تامر بيه بيصدر المحكمة رسوم قضائية، الرسوم القضائية بتقدر وفقا للقيمة اللي بيحددها الخبير. فهنا الرسوم القضائية بتتحدد على أساس 7.5% من الرسوم كلها، فبتقع على عاتق يا إما المحكمة بتحكم على المدعي والمدعي عليهم، يا إما على المدعي بس أو على المدعي عليهم بس. طب ينفع حد أو مجموعة من الورثة أو شخص من الورثة إن هو يتصرف في العقار أو في البيت دون اللجوء إلى الآخرين؟ هو له الأحقية إن هو التصرف في الجزئية الخاصة بيه كحصة مفرزة على المشاع. بتكلم العقار ككل. لا، العقار ككل، أنا كمشتري رايح أشتري جزء ما، فطبعا المشتري لما يروح يشتري بيقول له سند ملكيتك ايه؟ هيقول له العقار باسم المورث، هيقول له هات لي باقي الورثه عشان يمضي على العقد. استحاله هو هيمضي على الحصه كلها وهو يعتبر المالك الظاهر بالنسبه له، فلازم يتم الاطلاع. فنصيحه للكل، ان انت جاي تشتري مين ورثه، يستوجب اول حاجه تعملها العقار باسم مين كمستند، باسم سين،
طب سين ده فين؟ ده توفى. اول حاجه اديني اعلام الوراثه. اعلام الوراثه انا عندي الورثه 6 أو 5، يبقى المفروض يتم توقيع عقد البيع بموجب الخمسه كلهم الموجودين في اعلام الوراثه او الـ6 اذا كان الشخص ده عايز يبيع بمفرده، يا اما بموجب توكيلات تبيع البيع للباقي الورثه. امتى يتحقق ان هو يكون الميراث لاولاد العم او العم في حاله وجود ان هم ورثه شرعيين؟ هو عامه بالنسبه لوجود ولد او بنت فبيتم حجب ليهم، بيحجب اولاد العم، بيحجب اولاد العم او العم في اي ميراث او اي تركه، اي تركه عامه موجوده للوالد او للوالده. ايوه ما بيرث فيها. طب لو حبينا بقى نقول للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا كلمه اخيره، نقول لهم ايه في المال الشائع؟ بالنسبه للمال الشائع اتكلم للكل. المورث رحمه الله عليه ترك تركه، فالتركه دي المهم ان احنا نحافظ على التركه اللي هو سابها المورث، ويتم التوزيع وفقا للانصبه وفقا لشرع ربنا. مش تركه اذا كان عقار او ارض بتخلي فيه نفور ما بين الاولاد الاخوات، ما بين اولاد العم، ما بين الاخ والاخت، ما بين العم والخال. فهنا المفروض يتم الحل قسمه رضائيه افضل، واهم حاجه التواصل الاسري. التواصل الاسري هو المفروض هو اللي بيدوم، ولا ارض بتدوم ولا عقار بتدوم. احدى في نهايه حلقتنا بنشكرك النهارده يا ست المستشار، وطبعا تبلي كل ما هو جديد وكل ما هو بيطلبه من الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا، حضرتك طبعا بتلبي لينا وتوضح لهم كل ما هو في القانون. وطبعا زي ما احنا عارفين وقلنا ان حضرتك هتكون متواجد معانا حلقه شهريه ان شاء الله نتكلم فيها في كل ما يطلبه الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا في القوانين وفي القضايا الموجوده في المجتمع. وتملي بنقول للساده المشاهدين وبنقول في نهايه حلقتنا، اللي بيحب مصر يخاف على مصر. والى اللقاء في حلقه قادمه. اشكرك يا سياده المستشار. شكرا.